قضية متطورة نتعرف عليها في روبورتاج مهدي محب ومهدي الشطيبي. الرباط ليست عاصمة إدارية للمملكة فحسب، بل هي وجهة سياحية بمؤهلات متفردة، وما يعزز هذا التفرد بنياتها التحتية المتميزة، طرقات من مستوى عال، مرافق هائلة في شتى المجالات، ووحدات فندقية من الطراز الرفيع. لذلك فتنظيم التظاهرات الكبرى ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمدينة الرباط، فالمدينة سبق لها استضافة أحداث دولية سواء في السياسة، الثقافة، الفن، الاقتصاد وحتى الرياضة. وعلى ذكر الرياضة، فإن العاصمة الرباط تفتح ذراعيها لاحتضان نهائيات كان كرة القدم داخل القاعة. احتضان تظاهرة رياضية كبرى من قبيل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة يتطلب استعدادات وترتيبات محكمة على كافة الأصعدة، خصوصا على مستوى الوحدات الفندقية. فالعاصمة الرباط مدينة تتوفر على بنيات فندقية كافية ومؤهلة لاستقبال المنتخبات المشاركة وجماهيرها. واحد المحفل كبير اللي يجيو له جميع الدول الكبارين في هذا الميدان، وغادي نستقبلوا حنا كمؤسسات فندقيه في كامل الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركه، لا من منتخبات لا من جماهير. هاد لي زيفينمون الكبار كيطلبوا ان المدينه تكون عندها وحدات. الرباط سلق نطاق، والرباط بصفه خاصه اكثر من 6500 لي، ولا خدينا الجهه كامله 10000 لي، ومستقبلا اللي مشينا حتى 2024 2025 ربما الطاقه الاستيعابيه توصل ل 15000 لي. هذا كيمكن المنطقه باش اتيغي دي زيفينمون كبار. العاصمة الرباط اعتادت تنظيم تظاهرات كبرى في شتى المجالات واستقطاب زوار من مختلف بلدان العالم، فالمشاركون في هذه المناسبات تتاح لهم فرصة التعرف على مؤهلات سياحية متميزة واكتشاف مآثر تاريخية تعود لآلاف السنين والوقوف عند بنية تحتية متطورة جعلت من الرباط مدينة تظاهر